القضاء على السلوكيات السلبية في الأسواق على غرار المضاربة، التلاعب بالأسعار والسوق الموازية وغيرها من الإجراءات التي تدخل ضمن أهداف لجنة أخلقة العمل التجاري التي تم تنصيبها منذ حوالي 8 أشهر. لجنة وزارية مشتركة تعتمد على 8 لجان فرعية متخصصة تعمل كل منها على عرض أهم النقائص والاختلالات ومحاولة إيجاد حلول تحمي كل من التاجر والمستهلك. الغاية والهدف هو اليوم عرض نتائج هذه اللجان الفرعية، وبالتالي تم تشكيل على مستوى الوزارة لجنة وزارية ستقوم فيما بعد بتلخيص وإعداد ما يسمى بالتقرير النهائي الذي سوف يعرض إن شاء الله عند الانتهاء على مسامعكم أعضاء اللجنة الوطنية. عندما يتم المصادقة عليه سيتم تحويله إلى الحكومة لإبداء الرأي، عندما يتم الموافقة عليه ستبدأ عملية تجسيد كل ما قررته في الميدان، وهي سيكون حقيقة بداية أخلقة وإصلاح المنظومة التجارية الجزائرية الفعلية. تنظيم نشاط الاستيراد خصص له أيضا لجنة خاصة تعمل على تنظيم التجارة الخارجية لخلق التوازن التجاري وتشجيع التصدير لتنظيم هذا السوق من مختلف التجاوزات. من الجانب الأخلاقي أن الإنسان يدير سجل تجاري على امرأة في عمرها 110 سنين، او على يعني على شاب في عمره 18 سنه ومن بعد يخلي على كاهله الديون. يعني من المستحيل ان تستورد ماده نحن ننتجها، وان كان نحن نحترم التزاماتنا الدوليه، ولهذا سوف نحاول ان نستغل هذا العمل هذا النشاط للعوده الى التوازن بين الاستيراد، وسوف نشجع التصدير. الواقع مر منذ فتره طويله، ولكن الآن لما نحدد المسؤوليات بأن هنالك بعض الأنشطة التجارية لا تتعلق بقطاع التجارة لوحده، فيه قطاع الفلاحة، فيه البيئة، فيه الداخلية إلى غير ذلك، لما تكون هذه اللجنة وتقدم مقترحات فإن كل قطاع قد تحمل مسؤوليته وعليه أن يبادر أو أن يندمج في هذا المشروع الإصلاحي. أخلقت العمل التجاري من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين عن كل القطاعات وبمشاركة منظمات مهنية من شأنه ضبط السوق وتنظيمه من خلال تحيين القوانين والنظر في ظروف سير مختلف النشاطات.